نساء غزة تنقل لهم أنه نحن معكم وأنه أنتم قادرين تتخطوا هذه المرحلة الصعبة وإيدنا بإيدكم لنوصل للسلام. لازم كل العالم يساعد هدول النساء، نفتح كل المعابد تنقدر نقطع لهم أدوية لأنه هنا عندهم كتير نقص بهدول الأدوية. النساء عم بتعاني من هيدا الأمور نتيجة أنه عندهم نقص. ما فينا نقول لك غير أنه نحن نساعدهم معنويا، بس نحن لازم نضغط لأنه العالم العربي كله يفتح ويشد ليقدر يوصل لهالنساء بالأخص الأدوية يلي هن بحاجة لها نتيجة الحرب اللي هن عم بيقطعوا فيها.